السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة من قناة أسرار الزراعة في المشاتل هنقدم لكم محتوى جديد ومعلومات جميلة عن نبات الدراصينة. أهم حاجة يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة يا جماعة، نبات الدراصينة دوت من النباتات الجميلة الداخلية و النباتات الظل، وتشتهر نباتات الدراصينة بكونها واحدة من أجمل النباتات الاستوائية، وتستخدم لأغراض الزينة، ويوجد نحو أو أكثر من 40 نوع من أنواع الدراصينة، ومن السهل جدا العناية بها في المنازل على الرغم من طبيعتها الاستوائية. وتتميز نبات الدراصينة بسيقانها الخشبية وتعلوها الأوراق الرقيقة، وأشهرها أنواع الدراصينة المرجناتا والقلر والسنتروزا. الدراصينة المرجناتا دي يا جماعة بتوجد بشكل أوراق حمراء على الحواف وتنمو في مجموعات، ومع نمو الأوراق الجديدة تتحول الأوراق الناضجة إلى اللون الأصفر وتتساقط منها على الفور. أي أوراق بتقدم يا جماعة معانا في نباتات الدراصينة ديت بتصفر وبتقع، فده عادي، ده الطبيعي بتاع نبات الدراصينة. وتنمو نبتة الدراصينة في بيئتها الطبيعية في الهواء الطلق، يمكن أن تنمو بطول يصل إلى 5 أمتار، وهو قابل إلى التكيف. وهذه النباتات متوفرة على نطاق واسع جدا لأنها سهلة الإكثار والعناية، وتتواجد أيضا بالحدائق والمتنزهات، وتوجد في الأسواق بأسعار معقولة جدا لأنها زي ما قلنا يا جماعة إن هي سهلة العناية وسهلة الإكثار. أما عن كيفية الإكثار فبنأخذ منها الأطراف أو الفسائل النامية، بيتم قطعها من على الأشجار الكبيرة، وبيتم لم الشوشة بتاعة الدراصينة وبنربطها بإحكام، وبعد كده بنجيب قصيص فيه تربة خفيفة، وبيتم وضع التربة الخفيفة في قلب القصيص، وبنبدأ في غرز الشوشة أو العقل اللي احنا جمعناها من على الأشجار. وبعد كده يا جماعة بتخش داخل حضانات، والكلام ده بيتم في فصل الشتاء، يعني ما بين الشتاء والربيع اللي هو في شهر 2 وفي شهر 3 فبراير ومارس. وبكده يا جماعة بيكون تم عملية إكثار نبات الدراصينة. وبعد مرور حوالي 40 يوم أو 45 يوم أو 45 يوم من عملية غرز الأقلام أو العقل اللي احنا جمعناها دي يا جماعة، بيتم تجدير وخروج البراعم الجديدة، وبعد كده بيتم اخراجها من تحت الحضانات او الصوب الزراعية اللي احنا قلنا عليها، وبتبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اما عن كيفية الاضاءة فتعتبر الاضاءة الداخلية مثل ستارة شفافة امام نافذة مشمسة ومكان شبه مظلل، لا تحتاج ابدا هذه النباتات الدراصينة إلى إضاءة قوية، هي تحتاج إلى إضاءة عادية زي ما قلنا. ويجب أيضا ألا نضع تحت أشعة الشمس المباشرة، لأن الأشعة القوية ستحرق الأوراق وستحرق النبات على الفور، فهو نبات داخلي مظلل. تتطلب النباتات كميات أقل من المياه عن معظم النباتات الداخلية،
وعليك أن تحافظ بها على رطوبة التربة، ويحتاج أيضا إلى التغذية، ولكن فقط في فصل الصيف عندما يتم إعطاء الطعام النباتي أو السماد النباتي السائل كل أسبوعين، وعليك اقتطافهما في الشتاء. يعني بص، ما يعني نتوقف تماما عن تطعيم هذا النبات بالسماد اللي احنا بنقول عليه في فصل الشتاء، لان لا حاجة له في فصل الشتاء، مش هينمو في فصل الشتاء، هو بينمو في فصل الربيع وفي فصل الصيف بشكل وبصورة جيدة. اما عن كيفية الري، فهو بيحب الري المنتظم تمام في فصل الشتاء كما في اي وقت من الاوقات العادية ما عدا وقت الصيف، فهو بيحب المية بشكل غزير مع الحفاظ على رطوبة التربة. ويمكن ان يسبب الكثير من الماء او القليل مشاكل كثيرة، ويجب ان تسقى النباتات جيدا في فصل الصيف. زي ما بنقول يا جماعة ان فصل الصيف لازم ناخد بالنا في عملية الري، لان هو ده الفصل الوحيد على مدار العام اللي بتتطلب فيه الدراسينا الرعاية والاهتمام من السماد والري. وعلى الرغم من ان الارض تحتاج الى ان تجف قليلا بين مرات الري، فهذا يتطلب السعي وراء ري هذا النبات بشكل منتظم. يا جماعة النبات ده من النباتات الجميلة اللي المفروض نعتني بيها في بيتنا او في منزلنا، ان احنا المفروض علينا ان احنا نحاول ناخد بالنا من الكلام ده كويس وننفذه معانا علشان محدش يخسر النباتات بتاعته. وتنمو الدراسينا بشكل افضل في درجات حرارة ما بين 16 درجة مئوية الى 24 درجة مئوية، وهذا درجات الحرارة هي الأفضل على الإطلاق. وده كل المعلومات يا جماعة عن نبات الدراسينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.